اليوم نزور مصنع مهم جدا ومكان مهم للفخار، وهو مركز دلمون للفخار. هذا المركز الجميل الرائع يقوده شخص رائع. تعالوا خلونا نشوف مع بعض هذا المكان الخزفي الجميل. نلتقي اليوم مع الاستاذ عبد النبي، حياكم، راعي المكان وراعي الورشه. السلام عليكم. السلام. صباح الخير يا استاذ عبد النبي. اهلا وسهلا يا مرحبا، حياكم الله. كيف الصحه؟ الحمد لله. شنو المكان الجميل يا استاذ عبد النبي؟ عيونكم الحلوة. الله يسلمكم. طبعا هاي او صناعة الفخار في البحرين تعتبر من اعرق يعني واقدم الحرف اليدوية، وتعتبر واقعا معلم سياحي، يعني ما في سائح او اسمه يزورون البحرين الا ياكدون على زيارة صناعة الفخار. واشتهرت عالي القرية عالي اللي مدخلها نصب ميداني ابو علي مسوينا الينا بهذا الشعار. وتلاقون هذا الشعار واقعا في كل المؤسسات، في الجمعيات، في المدارس، دائما شعارهم في جره يعني. فاصبحت كانها معلم او علم للقريه واقعا. هاي القريه الصغيره كل اكثر اهلها يمارسون هاي الحرفه، حوالي فوق 25 مصنع. بس بسبب يعني بدا الطلب يعني يتناقص على منتجات هاي الحرفه، وبدات المنتجات البديله، الثلاجات، بدأ الطلب يصير أقل، فبعض الحرفيين للأسف هجروها لأعمال أخرى أكثر ربحية يعني. بقى بس مصنع الوادي اللي زرتونه من قبل شوي كان يصارع من أجل البقاء يعني. هذا الأساسي. هذا إيه، مصنع الوالد هو الحاج عبد الرحيم. وواقعا كان لزام عليه إنه يطور هذا المنتج، فأخذ شوي بدأ يطوره، أدخل عليه بعض الزخارف البحرينية الأصيلة، وأيضا أساس يقدر يسوق هاي المنتج، فأخذت شوي الجانب الفني. بس للأسف الوالد رحل مبكر عنا يعني. فأنا وأخوي أبو عبد الرحيم اللي شفتونه يمكن هناك، لقيتونا أبو عبد الرحيم؟ نعم. واصلنا الدرب يعني، وشوي طورنا. اليوم الحرفي فعالي أصبح فنان أكثر من يكون حرفي عادي يعني. إن شاء الله بتشوفون بعض المنتجات هناك. يعني بدأ يتغنى بالزخارف البحرينية الأصيلة، الخط العربي، القرآن، هاي كلها أدخل الحرفي ورقب منتج. من حواليه ربعه وأهل وأخوان، كل من حواليه ربعه وأهل وأخوان، في زينة البلدان هني في البحرين، في زينة البلدان هني في البحرين، في البحرين، في البحرين، في البحرين. ايوه، هاي طبعا مرحله التجفيف هنا عندنا. طبعا دائما اواني ما ندخل فيها التجفيف سريع، بس اليوم بعد ما في شمس فنطلعها شويه على اساس الجف قليل يعني. يعني التصق بالتراث ماله، بالزخارف البحرينيه الاصيله، العماره البحرينيه، الخط العربي، يعني وظف حتى في الجداريات البسيطه هنا. ما اعرف حيكون متناول يعني. ما مشهوره بصناعه الزجاج، بتشوفون بعض المنتجات الزجاجيه اللي عمليه النفط. احنا حاولنا نسويها، دخلنا فيها شويه وانتجنا قليل. نعم. دربنا واحد من العمال عليها. نعم. فهذا فرن، بس للاسف الحين اليوم العامل مو قاعد شغال عليه. نعم. براكم اياه ناخذ الزجاج المكسر نسوي له اعاده تدوير. نعم. ونوظفه في هذا الفرن ونسوي منه جرار بس زجاجيه نفس ايام تايلوس اللي عندنا في البحرين يعني. دخلونا بالفرن مال الزجاج. الفرن الزجاج نص هرة نسوي كتل، وبعدين عندنا غرفة كبيرة هي محمصة عشان يتم، عشان ما يتكسر فيها. تفضلوا حيا. ننتقل طبعا الآن من مكان إلى آخر. كل هذا مخزن ركبناه. هذا مخزن خاص مسوينا. هاي بعضهم ينتظر عملية الحرق، وبعضهم بعض طالعين، وفي بعضهم طلبيات خاصة. وكل واحد حتى ممكن يسوي يعني كاستمايز، وهو يجي يطلب ويسوي إليه. ممتاز. الآن نروح للفرن الخاص. إيه هذا الفرن طبعاً في السابق كان في العفران مالنا، يمكن نفس أكثر البلدان بالخشب، صعب النخيل إحنا موجود عندنا. بس ما كان طبق الفرن يعني يصلح حق الأيام. أنا يعني سوينا فرن جديد صديق للبيئة، يشتغل بالكيروسين وبالغاز. هذا الفرن تقبل يحدث حوالي 20 ساعة، لما شوي رفع الحرارة إلى 1070 إذا كانت طينة بحرينية. وإذا بسكت طينة أجنبية تعرفون في 950 900 وشوية. طبعا نخليه يبرد حوالي يعني يومين ثلاثة أيام ونطلع الأغراض برا. فعمان أعتقد يستخدمون الديزل صح؟ أي.
عدل. كهرباء اي هذا بنيان. بنيان الطابور يعني يحطون الشغل داخل بعد يبنونه. هاي بوابه كان في باب حديد يعني. بس مع الاستخدام شويه تقوس. استسهلنا الموضوع هاي تنفتح تنشال. تنشال وتنفتح. اي بس طبعا هذا فيه يعني ثرموكوبل حق قياس الحراره موجود عندنا. كل شيء اوكي. بس احنا مخلينا يعني شوية المكان مو منظم فعلا. اي هذا هو ايه. هذا الحين اذا وصل 1070 سكرنا يعني. وصل 400 وشوية. الان ننتقل الى قسم تحضير الطينات. طبعا هذا الخام الطين مالنا بس هذا طبعا نضطر نحفر يعني الارض طبعا مو بهني من منطقة تقريبا تبعد حوالي 10 كيلو متر. نحفر الارض على تقريبا مسافة متر وناخذ الطين النقي منها. وننقله هنيك هذا كمخزن للطين بس مؤقتا يعني. اي تقطونه هني. ايوه وبعدين هذا نجيبه للامانه احنا ما غيرنا في طريقه التحضير من ايام ابانا لا زال هي الطريقه استحسناها وسهله هذه هي. سوونا هني نفس الشيء. اضفنا بعض البقمل مكسرات خفيفه بس هي الطريقه هي هي يعني. هاي الحوض مال نفس الطين هذا المليء بالاعشاب والاوساخ نخليه هني. اوكي. وهذا المحلول تعمل يكون محلول وسخ عشان ننقيه بالطريقه البسيطه هذا ما نخلي لهني ايه. نخليه على اساس يحول محلول الطين النقي بسلك وبعدين ننقله على اساس يجف جفاف طبيعي هالطريقه نتركه حوالي 4 أيام 5 أيام وبري يشقق خلاص يمشي ايه هذا ايوه بس هذه فنانه بحرينيه اهلا وسهلا اهلا وسهلا دورات مع ابو علي هذه احدى طالباتي في الاسر المنتجه كانت شطورة ما شاء الله في الشغل فاختطفها عبد النبي هذا الكلمات جايبينا من الصبح ولا زال فريش ما شاء الله هذا الجيمات هذا جيمات بحريني عليه سمسم سمسم والجيمات البحريني احلى حلاوتها يا سلام يا سلام والآن ننتقل إلى المعرض الخاص بمصنع تلمون للفخار خلونا نشوف هذا المعرض شنو فيه جولتنا الى مصنع تلمون للفخار في منطقة علي الجميلة في البحرين او المملكة البحرين.
الله.